نظمت مكتبة مصر العامة بالأقصى ندوة تثقيفية بعنوان الذكاء الاصطناعي ومكافحة الإرهاب. حاضر في الندوة اللواء طارق مهدي الخبير الأمني، وبحضور الأستاذ حسين القباحي مدير بيت الشعر، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وكوكبة من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. إليكم متابعة الزميلة إيمان حسن. ندوة تثقيفية بمكتبة مصر العامة بالأقصر عن الذكاء الاصطناعي ومكافحة الإرهاب. تحدث فيها اللواء الدكتور طارق جمعة مهدي الخبير الأمني حول الذكاء الاصطناعي وأدواته وأنواع الإرهاب وأسبابه وطرق مكافحته عن طريق الذكاء الاصطناعي. ندوة تثقيفية الأسبوعية بعنوان الذكاء الاصطناعي ومكافحة الإرهاب، واللي بيحاضر فيها سيادة اللواء دكتور طارق جمعة مهدي، هو من قيادات الأمنية المتميزة. النهاردة حيتكلم وحيسبح بينا في كتابه اللي هو مؤلفه، وبيتكلم فيه عن الذكاء الاصطناعي والإرهاب برضو. طبعا هيبقى في خلال الندوة حضور قيادات المجتمع والشباب والمرأة والفتاة، كل فئات المجتمع متمثلة، وحيبقى فيها حلقة نقاشية وحوار مفتوح مع المحاضر في نهاية الندوة. ونأمل إن شاء الله الندوة هتعمل عملية إسراء للعملية الثقافية في مجتمع الأقصر. الندوة بتستعرض أسباب الإرهاب، أسباب اقتصادية والأسباب الاجتماعية وأنواع الإرهاب، إرهاب الدول وإرهاب الأفراد وإرهاب الجماعات. تتكلم عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام، تعريف الذكاء الاصطناعي ومفاهيم الذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل وأثر الذكاء الاصطناعي على المهام الوظيفية. وفي نهاية الندوة بنربط ما بين الذكاء الاصطناعي ودوره في مكافحة الإرهاب. ده باختصار شديد كده اللي هي كل المحاور اللي هتشملها الندوة النهاردة إن شاء الله. المستهدفين منها طبعا اللي هي الفئة العمرية، الشباب اللي هم طلبة الجامعات، طلبة الثانوي، ممكن نقول برضو الموظفين الشباب، أي حد بيتعرض لمحتوى متطرف على الإنترنت يعرف من خلال الندوة دي إيه اللي ممكن يعمله، يعرف من خلال الندوة دي الذكاء الاصطناعي دوره إيه في حالة تعرضه لمحتوى متطرف أو لفكر أيديولوجي معين على الإنترنت. من خلال الندوة دي بيعرف إيه دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة الإنترنت. كما تناول الحديث عن فائدة الذكاء الاصطناعي في تعليم الأطفال وضرورة حمايتهم من المحتويات الغير لائقة، كذلك الحرص على وضع معايير لتجنب سلبيات هذا التقدم المذهل. من مكتبة مصر العامة بالأقصر، إيمان حسن.